كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة من خلال شبكة انتي ان وقناة ناين لايف. الحقيقة هو صباح يمكن أكثر تعاسة، 13 شهيد لحد دلوقتي وأكثر من 800 مصاب، بجد كارثة إنسانية بكل المقاييس. صباح الخير عليكم، إن شاء الله النهاردة هيكون معانا فقرات كلها مواكبة للأحداث الجارية اللي بتحصل في مصر. صباح الخير يا رانيا، صباح صباح الخير الخير يا أشرف. سارة، صباح الخير يا أشرف. بصبح مرة تانية على كل مشاهدي شبكة انتي ان وقناة ناين لايف. الحقيقة اللي بيحصل في البلد شيء مؤسف جدا، اللي بيحصل في البلد شيء غريب، اللي بيحصل في البلد مش عارفين مصلحة مين من مصلحته ومين في مصر من مصلحته، أيا كان ايه انتماءاته وأيا كانت ايه أفكاره وأيا كان التيار اللي بيتبع ليه، لكن مين في الآخر او في الاول مصري ليه مصلحه ان البلد تتحرق؟ مين في الاول او في الاخر مصري ليه مصلحه ان كل الدم ده يبقى على ارض مصر؟ اللي بيحصل ده اكيد مش، حتى لو بفعل فاعل او حتى لو في حد وراه زي ما احنا بنقول، فهو اكيد مش مصري، اكيد مش مصري. صباح الخير ساره، صباح الخير رانيا، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان برضو بالامل والتفاؤل لمصر تبقى احسن ان شاء الله. طبعا حضراتكم اكيد كلكم تابعتوا المؤتمر الصحفي اللي عمله سياده اللواء عادل عماره عضو المجلس العسكري، طلع وكلم في امور كتيره ورد على مواضيع كتيره، ردود الافعال مختلفه، ردود افعال بتقول عندهم حق وكويس وجميل وهايل اللي انتوا عملتوه و و و، وفي ردود افعال بتقول لا انتوا برضو غلطانين في كذا وكذا وكذا. جدل في الأحداث اللي بتحصل من يوم الجمعة اللي فاتت لغاية النهاردة. النهاردة عندنا فقرات، اليوم كثير من الفقرات بتتكلم في نفس الموضوع اللي كلنا مشغولين بيه، وهو الأحداث اللي حصلت قدام رئاسة الوزراء. عندنا فقرة من الفقرات مع الأستاذ أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. بالظبط. عندي سؤال برضه قبل ما أقول فقرتي، هو ليه ما حدش بيطلع يقول لنا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ المجلس العسكري امبارح يعني حاول ان هو يطلع ويقول، ده كان بيان ولا كان مؤتمر؟ اصل المؤتمر يعني في تبادل اسئله، يعني الصحفيين اصلا خرجوا زعلانين ومتضايقين جدا انه ما كانش في مساحه ليهم ان هم يسالوا الاسئله بتاعتهم. سؤالي هنا هو ليه ما حدش بيقول لنا ايه اللي بيحصل؟ كل حاجه احنا هنحقق في الموضوع بعدين يتنسي ومحدش يقول لنا كان ايه اللي حصل، فبتتراكم. والله هو الفكره يا ساره انه لو كان في حد قال مين اللي كان عمل احداث ماسبير، ولو كان في حد قال مين اللي كان متسبب في احداث محمد محمود، ولو كان في حد قال مين اللي كان متسبب في كنيسه القديسين من السنه اللي فاتت من بدايه السنه، محدش يعني كان هيتجرأ. حوادث كتير 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 قوي الحقيقه، احنا مش عارفين مين اللي بيعملها، ومش عارفه احنا ليه مش قادرين نعرف هو مين اللي بيعملها، رغم ان الموضوع سهل جدا. و يعني انا مش عارفه هو مين مصلحته ان البلد تتحرق بالشكل ده. استاذه رانيا، استاذه ساره، اتفضل. يعني احداث كتير، وفي طبعا واضح ان في ناس مش عايزه يبقى في استقرار في مصر طبعا، انما الحاجه الوحيده اللي احنا متاكدين منها ان في ناس عايزه تخرب في مصر، اكيد دي الحاجه الوحيده. بس السؤال بقى ايوه، بس يعني احنا كمان مديهم الفرصه دي يا اشرف. الجهات الامنيه بقى المفروض ان هي تقول لنا الناس دي مين. ايوه مظبوط، يعني اول تحقيقات هي اللي تقول لنا هو الناس دي مين عشان نلحق نفسنا. يا ريت يا ريت نعرف. طيب نكمل فقراتنا. عندنا كمان فقره مع الاستاذ ناصر فياض وهو نائب رئيس تحرير جريده الوفد، هنتكلم معاه برضو متهيألي عن الاحداث الجاريه، وهنتكلم معاه برضو عن كل اللي بيحصل وكل التساؤلات اللي كلنا بنسالها. كمان مشاهدينا هيكون معانا النهارده فقره للاستاذ احمد ابو بركه. انت قلتي انا سوري. يبقى معانا الاستاذ كمان فقره اخرى في نهارك سعيد. الاستاذ احمد عبد الفتاح هو صحفي فيديو بالمصري اليوم، هنتكلم عن معرض وفيلم يوميات ونروفيا من روفيا وماسبيرو. سريعا نبتدي يومنا النهارده مع زميلتي رانيا وامينه خير الصحفيه في جريده الحياه اللندنيه. الفقره الجايه فقره الصحافه، ونبتدي يومنا، تابعونا عشان النهارده هنتكلم بالتفصيل عن الاحداث اللي كلنا مشغولين بيها. نهاركم سعيد.